السلام عليكم طلاب، راح نشرح بهذه المحاضرة الثالثة، نشرح النوع الثاني من الأنسجة الموجودة في جسم الإنسان، وهي الأنسجة الضامة أو الرابطة واللي تسمى connective tissue. طلاب، بالمحاضرات السابقة تعرفنا على النوع الأول من الأنسجة الرئيسية الموجودة في الجسم، وهي الإبيثيليال تشو، الأنسجة الظهارية أو الطلائية، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى وجودها في جسم الإنسان. طلائية أي أنها موجودة على الأسطح الخارجية لجسم الإنسان أو في بطانة الأحشاء الداخلية للجسم. وتعرفنا طلاب على تقسيم الأنسجة الطلائية وهي سمبل وكمباوند، وكل من هذه الأنسجة لها تقسيم وأفرع خاصة بكل مجموعة. وأيضا تعرفنا على وظائف الأنسجة الطلائية، وتعرفنا على النوع الثاني من الأنسجة الطلائية وهي الجلاندولار إبيثيليوم، اللي هو النسيج الغدي اللي بتجمع هذه الخلايا يكون نوع خاص من الأنسجة اللي هي أو نوع خاص من التركيب واللي يسمى بالغدد. أما في هذه المحاضرة راح نتعرف على الكونكتيف تشو، الأنسجة الضامة أو الرابطة، نتعرف على وظائفها، نتعرف على تقسيم الأنسجة الضامة وعلى الأماكن تواجدها ووظيفة هذه الأنسجة. connective tissue، الأنسجة الضامة أو الرابطة، نتعرف على وظائف الأنسجة الضامة أو الرابطة، functions of connective tissue. بداية، أول وظيفة لها binding structures، connects tissue to one another، واللي مثال عليها tendons and ligaments. النقطة الثانية provides support and movement bonds، protection bonds cells of the immune system, serves as framework, transportation blood, storage fat, insulation fat. أول وظيفة لها هي وظيفة البيندينج ستراكشرز. طلاب، الضامة أو الرابطة بما معناه أنه تربط وتقوم باتصال الأنسجة مع بعضها الآخر. قلنا مثلا التندونز، الأوتار والأربطة، ووظيفة هذه الأوتار والأربطة يا أما تربط بعضلة أو تربط عضلة بعظم آخر. مثل ما تعرفنا على هذه الأوتار والأربطة في المحاضرات التشريح. والنقطة الثانية طلاب اللي هي provide support and movement، اللي هي تزود أو تدعم كوظيفة، أنه وظيفة الإسناد والدعم وكذلك الحركة، مثلا البونز، العظام. العظام طلاب أنه كما في الجمجمة مثلا، كعظام الجمجمة وظيفتها هي حماية الدماغ، حماية الدماغ وكل تراكيب المخ والمخيف وغيرها. كما أنه مثلا، المثال الآخر على الحماية هي العمود الفقري، أنه فقرات العمود الفقري تحمي السباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي، وكذلك القفص الصدري أنه يحمي الأحشاء الداخلية اللي موجودة كالرئتين والقلب وغيرها من الأحشاء. بالنسبة للبروتكشن، الحماية، هي البون أيضا مثل ما تعرفنا عليها، وسيلز اوف اميون سيستم اللي هو خلايا الجهاز المناعي اي الدفاعي، ومثال على هذه الخلايا طلاب مثل ما تعرفون انه الخلايا كريات الدم البيضاء تعتبر كوسيله دفاعيه في الجسم. كذلك الوظيفه سيرف اس فريم ورك، تنطي الشكل الخارجي، تنطي كهيكل خارجي أو كصفة لهذا النسيج، فتعطي كشخصية أو ككراكتر هذا النسيج بالنسبة للكونكتيف تشو. ترانسبورتيشن اللي هي النقل، مثلا عندنا نسيج البلاد اللي هو
الدم يعتبر النسيج المغذي للأعضاء والأنسجة الأخرى. storage طلاب اللي هو الخزن، الخزن ومثال عليه اللي هو دهن fat. insulation اللي هو العازل، أيضا الفات اللي يعزل بين الأنسجة وبين الأنسجة الأخرى، ووظيفته أيضا يكون يقلل من فقدان الحرارة، يعني وظيفته كتوازن للحرارة الموجودة في داخل جسم الإنسان. بعد ما تعرفنا الطلاب على وظائف النسيج الضام، راح نتعرف على الأصناف أو تقسيم النسيج الضام. تقسيم الأنسجة الضامة، تقسم الأنسجة الضامة إلى ثلاث أقسام أساسية، وكل قسم يضم عدة فروع، أو كل قسم يضم عدة فروع من الأنسجة، اللي هو أول نسيج بروبر اللي هو الأصلية، والنوع الثاني اللي هو الفلويد السائلة، والنوع الثالث supporting connective tissue اللي هي الأنسجة الضامة الداعمة. وكل هذا وكل قسم له عدة فروع. الفرع الأول اللي هو loose ودنس. الأصلية يقسم إلى المفكك والكثيف. قسمت هذه الأقسام على أساس تركيب النسيج، وعلى أساس تواجد الخلايا، تواجد الألياف المتواجدة داخل هذا النسيج. اللوز المفكك طلاب اللي هي الفايبرز جريت لوز أوبن فريم ورك، والأصناف يصنف اللوز إلى ثلاثة أصناف اللي هي أريولار أديبوس ريتيكولار. الأريولار اللي هو الهللي والدهني والشبكي. بالنسبة للدنس يكون كثيف ومتراس مع بعضه الآخر، أيضا له عدة أقسام: دنس ريجولار الكثيف المنتظم، ودنس إيريجولار الكثيف الغير منتظم، والإلاستيك المطاطي. بالنسبة للفلويد كونكتيف تشو طلاب يقسم إلى سائلين اثنين اللي هو البلد والليمف. البلد الموجود contained in cardiovascular system المتواجد في الجهاز القلبي أو الجهاز الإحشائي الوعائي، وكذلك الليمف متواجد أيضا في الليمفاتيك سيستم اللي هو جهاز اللمفاوي. بالنسبة للنوع الثالث للأنسجة الضامة هي supporting connective tissue اللي هي cartilage والبون، الغضروف والعظم. والغضروف المادة الأساسية في اللي هي salt rubbery matrix اللي تكون متصلبة مطاطية، أيضا يضم عدة أنواع: هلاين إلاستيك فايبرو كارتج، وكذلك اللي هي الغضاريف الزجاجي والمطاطي والفايبرو كارتج اللي هي الغضروف الليفي. بالنسبة للبون تكون المادة الأساسية فيه soiled matrix اللي هي المادة الصلبة. بعد ما تعرفنا الطلاب على أقسام النسيج الضام، راح نتعرف على محتويات النسيج الضام وكم محتويات يضم النسيج الضام. هي ثلاث محتويات اللي هي الخلايا والألياف والمادة الأساسية. الأرضية النسيج اللي هي الماتريكس تسمى بمادة القالب الماتريكس. بالنسبة للخلايا المتواجدة في هذا النسيج هي الفايبروبلاست، الماكروفاج، الماست سيل، بلازما سيل، ليمفوسايت، ليوكوسايت، أديبوس سيل. بالنسبة لهذه الخلايا المتواجدة اللي هي الليفية والالتهامية والصارية والبلازمية واللمفاوية وكريات الدم البيضاء والدهنية. بالنسبة للفايبرز اللي هي الألياف أيضا لها ثلاثة أنواع اللي هي الريتيكولار الشبكية والإلاستيك المطاطية والكولاجين البيضاء الكولاجينية. الماتريكس أيضا أما تكون ماكرو مولكيولز اللي هي جزيئات كبيرة، أو مولتي أدهنسيف الجلايكوبروتينز أو البروتينات السكرية المتعددة.
هذا الجدول طلاب جدا مهم، يوضح النوع الأول فقط من الأنسجة اللي هي البروبر واللي بقسامها اللي هي اللوز والدنس. واللوز مثل ما تعرفون اللي هي ثلاثة أنواع، الأريولار والريتيكولار والأديبوس، وكذلك الدنس الريجولار والإيريجولار والإلاستيك. راح يكون هذا الجدول يوضح الخلايا المتواجدة في كل نسيج، الخلايا وكذلك الألياف والمادة البنية وموقع كل نسيج. أما الجدول اللي يلي راح يوضح الأنسجة الضامة الأخرى اللي هي الموجودة الغضروف بأنواعها، الهيلاين والإلاستيك والفايبرو كارتليج، وراح يوضح الصفات الأساسية له، كذلك أنه البون أيضا نسيج العظم، يوضح أنواع اللي هي كومباكت بون، الصلد وسبونجي بون اللي هو الاسفنجي المثقب، والنوع البلاد اللي هو النسيج السائل اللي هو أيضا راح نتعرف على الخلايا المتواجدة في هذا النسيج وكذلك الصفات الخاصة بنسيج البلاد. أما بالنسبة للخلايا، هنا راح تكون صفات الخلايا النسيج الضام بصورة عامة اللي ذكرت سابقا اللي هي الماست والماكروفاج نيوترال والمونوسايت وكذلك اليوزينوفيل الحمضة والعدلة والقعدة اللي هي كريات الدم البيضاء بصورة عامة. راح يتعرف على خصائص هذه الخلايا ونتعرف على موقع كل خلية. طلاب بعد ما تعرفنا على الخلايا نأتي الآن إلى تكملة العناصر التركيبية الأساسية للأنسجة الضامة اللي ذكرناها اللي هي الخلايا والألياف والمادة البينية. بعد ما تعرفنا على الخلايا نأتي الآن إلى توضيح الألياف الأنسجة الضامة. 3 types of fibers: collagen, إلاستيك وريتيكولار. الكولاجين هي طلاب الوايت فايبرز اللي هي الألياف البيضاء، وتكون هذه الألياف strongest and most abundant type، هو النوع الغزير والقوي من الألياف. وظيفته provide high tensile strength اللي هي تنطي قوة الشد العالية بالنسبة إلى النسيج. أما النوع الإلاستيك networks of long thin elastin fiber that allow for stretch اللي هي أيضا تنطي أو من صفاتها أنه هي ألياف رقيقة طويلة تسمح للنسيج بأنه يمتلك خاصية المطاطية أو الشد. كذلك بالنسبة إلى الريتيكولار طلاب short fine highly branched collagenous fiber اللي هي نوع من أنواع الأنسجة أو نوع من أنواع الألياف الكولاجينية لكنها تكون متفرعة رقيقة وقصيرة. النوع الثالث من محتويات التركيبية للأنسجة الضامة هي الجراوند سبستانس اللي هي تعتبر الأرضية طلاب، أرضية النسيج. وخلنا نتعرف على مواصفاتها اللي هي component of a connective tissue between the cells and fibers. The ground substances may be viscous مثلا as in blood, semi-soiled as in cartilage, or soiled as in bone. Supported cells bind them together, stores water and provides a medium for exchange of substances between the blood and cells. Plays an active role in how tissues develop, pro-life rate and change shape. بالنسبة للمادة الأساس للنسيج الضام يكون المتواجد بين الخلايا، بين cells and fibers، بين الخلايا والألياف. كذلك تكون كتركيب يا أما viscous اللي هي لزجة كما في الدم، أو شبه صلبة كما في الغضروف، أو تكون صلبة قوية كما في العظم.
كذلك أنه من وظائفها أنه تدعم الخلايا وتربطها مع بعضها البعض، كذلك أنه تكون كوسط ناقل للخلايا كما في الدم كما في الدم، وتلعب دور مهم وفعال لتغيير شكل الخلايا أو نقل الخلايا، إذا تعتبر كأرضية لبناء النسيج العظام. هذا الرسم طلاب يوضح محتويات النسيج العظام اللي هي السيل تايبس نوع الخلايا، وكذلك أيضا يوضح الألياف بأنواعها الثلاثة اللي هي الكولاجين والإلاستيك والريتيكولار. موضوع اللي هي الإمبريونيك اللي هو الجنيني كمنشأ، يعتبر هذا النسيج كمنشأ للأنسجة الضامة. ميزنكايمي إمبريونيك كونكتيف تشو gives rise to all other connective tissue. Gel-like ground substance with fibers and star-shaped mesenchymal cells. النسيج الميزنكيمي هو النسيج العظام الجنيني كبداية يكون، ويعتبر هذا النسيج مولد الأنسجة الضامة اللي لجميع أنواع الأنسجة الضامة، هو كأساس للأنسجة الضامة الأخرى. وأيضا تكون محتوياتها تحتوي على الخلايا وتحتوي على الألياف، وتكون خلاياها نجمية الشكل كما موضح بهذا الرسم. هذا الرسم اللي بعد طلاب يوضح النوع الأول اللي راح ندرسه بهاي المحاضرة، هو البروبير الأنسجة الضامة الأصلية بأنواعها اللوز المفككة والدنس الكثيفة، مثل ما واضح طلاب كيف تكون شكلها، شكل هذه الأنسجة عندما تكون مفككة وعندما تكون كثيفة. نتعرف على الأنسجة بصورة أوسع على وصفها، على وصف هذه الأنسجة ووظيفتها وعلى موقع هذه الأنسجة. أول نسيج هو loose connective tissue، النوع الأول areolar الهلالي. description gel-like matrix with all three types cells fibroblast macrophage mast cells and some white blood cells. هنا راح تكون وصفة أنه هي المادة البينية المتواجدة به، تكون تحتوي على كل أنواع الألياف الثلاثة اللي ذكرناهن، كولاجينية والإلاستيك والنوع الآخر اللي ذكرناه، الكولاجين والإلاستيك والريتيكولار، تتواجد في هذا النسيج اللي هو النسيج الهلالي. أما الفانكشن رابس أند cushions organs it is macrophages bacteria plays important role in inflammation holds and conveys tissue fluid. اللي هي تعتبر بما أنه موجود الماكروفاج طلاب فتعتبر كالتهامية أو كوسيلة دفاعية للبكتيريا وكل أنواع المواد الغريبة اللي تدخل إلى الجسم. بالنسبة إلى وظيفة النسيج الهلالي اللي هو widely distributed under epithelia of body، مثال عليها اللي هي forms lamina propria of mucous membranes buckets organs surrounds capillaries. متواجدة هذه الأنسجة أو موقع هذه الأنسجة في النسيج الطلائي للجسم، مثلا في الصفيحة الطلائية أو الصفيحة الموجودة في الأغشية المخاطية والأعضاء وكذلك المحاطة بالشعيرات الدموية. وهذا الرسم يوضح الهلالي اللي هي المتواجدة فيها لقلنا إلاستيك فايبر، كولاجين فايبر، الفايبروبلاست أيضا متواجدة،
ويكون شكلها بهذا الشكل الموضح في الصورة. النوع الثاني من اللوز كونكتيف تشو هو الأديبوس، ويكون شكل الطلاب بهذا الشكل. هاي الدوائر تمثل النسيج الدهني. Description matrix as an areolar but very sparse, closely packaged adipocyte or fat cells have nucleus pushed to the side by large fat droplet. انه كوصف لهذا النسيج الدهني، يكون من ضمن النسيج الهلالي، لكنه يكون متناثر وتتواجد بأنواع الخلايا الدهنية، وكذلك تكون على شكل قطرات دهن. بالنسبة لوظيفة هذا النسيج هي provides reserve for food foil insulated against heat lose supports and protein organs اللي هي تدعم وتعتبر كعازل للجسم، وبالتالي فإنها لا تفقد الحرارة وتحافظ على حرارة الأنسجة والأعضاء المتواجدة في الجسم. Location بالنسبة لي موقعها under skin of the hypoderms around kidneys and eyeballs with an abdomen and breasts. متواجد في الجلد اللي هي بطبقات الهايبوديرم اللي هي تحت الأدمة، وكذلك متواجدة أو محاطة بالكلية وكرة العين، وكذلك متواجدة داخل البطن، وكذلك في الأذى اللي هي بالثديين كما موضح في هذا الرسم اللي هي بالمامري جلاند الغدد اللبنية، واللي يكون بكثرة بمتواجدة الأديبوس تشو. النوع الثالث من الأنسجة الضامة المفككة اللي هي الريتيكولر الشبكية، ويكون وصفها كالآتي: description network of reticular fibers in a typical loose ground substance. Reticular cells lie on the network. Function fibers form a soft internal skeleton stroma that supports other cell types including white blood cells, mast cells and macrophages. واللوكيشن ليمفويد أورغانز اللي هي اللي يقصد ليمف نودز وبون مارو واند سبليم. الوصف هذا النسيج يكون على شكل انه هذه الالياف متواجدة بيع وكذلك الخلايا الشبكية اللي تكون على شكل نتورك، إنه مجموعة من الشبكات. أما وظيفة هذا النسيج إنه يكون أو يشكل العظم أو الهيكل العظمي الداخلي للجسم، واللي يدعم الأنواع الأخرى من الخلايا كما في خلايا الدم البيضاء والخلايا الصارية والخلايا البلعمية أو الالتهامية. الوظيفة يكون بالأعضاء اللمفاوية اللي هي الفقيدات اللمفاوية، وكذلك النخاع العظم والطحال اللي هو السبلين. ورسم أو يكون مخطط هذا يوضح اللوز كونكتيف تشو اللي هو نوعه ريتيكولر. أما النوع الثاني من البروبر اللي هي دينس كونكتيف تشو، أول نوع هو دينس ريجولر اللي هو الكثيف المنتظم. Description primarily parallel collagen fibers a few elastic fiber mature type and is the fibroblast. أما الفانكشن attached
muscles to bone or to muscles. Attaches bone to bone. Withstand great tensile stress when pulling force in ablate in one direction. Location تتواجد في التندونز most ligaments وابونيوروسز اللي هي كوصف هذا النسيج انه تكون على شكل الياف متوازية من الالياف الكولاجينية البيضاء وقليل من الالياف المطاطية والخلية الخلايا الاساسية المتواجدة في هذا النسيج اللي هو الفايبروبلاست. اما وظيفة النسيج العظام الكثيف المنتظم راح يكون يربط عضلة بعضلة أو يربط عضلة بعظم يتمثل بالتندونز أو الليجامنت أو الأعصاب اللي كأماكن تواجد. أما بالنوع الثاني من الدنس هو دنس إيريجولر اللي هو طلاب غير منتظم كوصف primarily irregular arrange collagen fiber, some elastic fiber, mature cell type in the fibroblast function, able to withstand tension in exerted in many directions provides structural strength. وكذلك الموقع location fibers capsules of organs and of joints, derms of the skin, submucosa of digestive tract. وصف هذا النسيج تكون ألياف كولاجينية بيضاء مرتبة بشكل غير منتظم لذلك سمي بهذا الاسم. وكذلك أيضا موجود بهذا النسيج الخلايا أو الألياف المطاطية. النوع الأساسي من الخلايا هي الفايبروبلاست. أيضا وظيفة هذا النسيج هو لأنه يحفظ أو كيكون مقاوم لعملية الشد اللي تحدث في النسيج, يعني ينطي القوة التركيبية, يعطي القوة التركيبية والداعمة والساندة للنسيج. بالنسبة لوظيفة هذا النسيج هي الوظيفة أنه تعتبر كحافظة ليمفية بالنسبة للأعضاء والمفاصل وبالنسبة للأدمة الموجودة في الجلد اللي هي الطبقة تحت المخاطية بالنسبة للقناة الهضمية. أما النوع الأخير من الأنسجة الأصلية الكثيفة هو الإلاستيك المطاطية اللي هو الديسكريبشن. الوصف هذا النسيج dense regular connective tissue containing a high proportion of elastic fiber function allows recoil of tissue following stretching maintains ball style flow of blood through arteries aids passive recoil of lungs following inspiration. Location walls of large arteries within certain ligaments associated with the vertebral column within the walls of bronchial tubes. تكون متواجدة أو وصف هذا النسيج. وصف هذا النسيج تكون على شكل نسيج ضام كثيف يكون منتظم, يكون الإلاستيك إذا من النوع المنتظم اللي يتواجد به نسبة عالية من الألياف المطاطية أما بالنسبة للوظيفة وظيفة هذا النسيج إنه يعتبر كتدفق, يساعد على تدفق وتدفق الدم داخل الشرايين وكذلك أيضا يساعد الرئتين في عملية الشهيق المتواصل. كذلك أنه أيضا مع أنه منطاطي فيعطينا خاصية المرونة بالنسبة للنسيج. أما بالنسبة للوكيشن راح يكون
وظيفة أنه أو لوكيشن راح يكون موقع هذا النسيج في جدران الشرايين الكبيرة، وكذلك بالنسبة للعمود الفقري بأربطة العمود الفقري، وكذلك الأنابيب القصبية أكيد متواجدة في الداخل الرئتين. وهاي محاضرة طلاب تعرفنا على النوع الأول من الأنسجة الضامة الرابطة اللي هي بروبر، والمحاضرات القادمة هنتعرف على الأنواع الأخرى من الأنسجة اللي تعرفنا عليها اللي هي الفلويد السائلة والضم الليمف والبلد، أما السبورتينج اللي هي كارتليج والبونة. خلصت محاضرتكم طلاب، وبالتوفيق إن شاء الله.